السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أمر مهم جدا في القطاع اللي اسمه بيرش، وهو حصل فيه تطوير في الإصدارات المختلفة. طيب هقول له بيرش بيو فوتوس انتر، فبيبدأ يجيب لي العناصر اللي موجودة ونقدر إن احنا نلغيها. الفكرة وأنت شغال ممكن ترسم حاجة وتمسحها، أو في خطوط ما استخدمتهاش، أو في لاير مش مستخدمها. كل الحاجات دي بتاخد مساحة من الشغل بتاعك. هو هنا بيديك الفرصة ان انت تلغيها بحيث ان مساحة الملف تكون قليلة. طيب هنا على سبيل المثال في كذا بلوك ممكن تلغيهم من غير ما الشغل بتاعك يتأثر، يعني مش هتلغي الكورس دوت لان الكورس ده موجود، فمش هيظهر لك هنا، هيظهر لك فين؟ هنا find non-bergeable item، بتدوس هنا بتلاقي العناصر اهي موجودة. طيب لو انا جيت هنا ممكن تعلم على الحاجات اللي انت عايز تلغيها. لو انت تبعت الملف ده لعميل خلاص ممكن تعلم على كله وتعمل بيرج لكله، بيرج الشيك ايتم. طيب هنا هتقول له انا انا متاكد ان انا عايز الغي العناصر دي، كونفيرم ايتش ايتم تو بي بيرج. هيبدا يسالك هتعمل بيرج ولا لا. بيرج نستد ايتم، ممكن يكون البلوك ده جوه بلوك تاني فيعمله على طول. وهنا لو في عنصر صغير خالص بيتعمل له بيرج. طب انا كده علمت على كل الحاجات، ممكن اقول له بيرج فيبدا يفضي لي الملف بتاعي من الحاجات الزياده، فتلاقي حجم الملف اقل خالص. طيب لو انا جيت هنا بتلاقي ان انت تقدر تعمل زوم على العنصر، تقول له انا عايز اشوف العنصر ده فين، فيبدا يعمل لك زوم على العنصر دوت. ونخلي بالنا ان هو هنا بيقول لي ده موجود 5 مرات في لير كذا، لو موجود اكتر من لير بيبدا يجيب لي كل واحد موجود في اسم انا لير. ده مثلا موجود اهوت في 3 في اللير ديت، واحد في اللير دي، و3 في اللير ديت، وهكذا. هنا 20 على اللير اسمها جريد، فتقدر تدوسوا ايه تشوفهم معمول لهم فروزن. تمام، هو بيبدأ يقول لك حالة اللير دي معمول لها فروزن ولا لأ، وهكذا. اهو هي موجودة في الموديل ولا في البيبر، المساحة بتاعته قد ايه. فممكن تلاقي بلوك مساحتها كبيرة فتبدأ تفكر ازاي تخليها موجودة وتكون مساحتها صغيرة. فأمر بيرج الشيكايتين بستخدمه غالبا لما أكون بخلص شغل وعايز ابعت الملف ده للعميل، فعايز المساحه بتاعته قليله ومش عايز لاي سبب من الاسباب ان هو يلاقي شغل انا كنت بس.